سلام دلوقتي. على فين؟ مش هتفطر؟ هنزل اشوف ايه اللي حصل امبارح. هما مش خلاص ما لقوش حاجه عندك؟ ملوش حاجه عندي؟ ملوش حاجه عندي ازاي؟ دي البضاعه كانت متلتله في المخزن. وما راحت فين؟ وده اللي انا عاوز اعرفه. وانا كمان. تقول ايه؟ خلي بالك من نفسك خد. حسه بايدك يا حلوه. صباحيه مباركه يا معلم والف الف مبروك. ايه ده يا سعد؟ وايه اللي حصل امبارح؟ البضاعه راحت فين يا معلم سعد؟ مش يمكن حد كده ولا كده عرف مكانها وسرقها؟ الكلام اللي بتقوله ده دونجو. امال احنا رحنا فين؟ مين على ودنا؟ يا عم ما قلناش حاجه، يمكن وانتم مشغولين في الفرح. وانت ولا مؤاخذه يا معلم، لقيت اقفال المخزن مكسوره؟ سيبك منه يا سعد، ده مخه مهوي. المهم ايه الحكايه؟ الحكايه ان انا الحمد لله عرفت ان في كبسه كبيره هتحصل. جريت انا والواد حسن قمنا شايلين البضاعه. كويس قوي بقى، شلتوها فين؟ ما تتكتي ماسك شويه يا انت. وبعدين كمل كلامك. اكمل اقول يا معلم، خلاص اطمن. البضاعة في الحفظ والصور. وانت عرفت امتى وازاي ان في كبسة هتحصل؟ امبارح وانتوا كلكم مشغولين بتحضروا للفرح، التليفون رن هنا جوه المحل، قمت رديت. لقيت ولا مؤاخذة واحدة ست بتقول لي بلغ المعلم سلطان ان في كبسة كبيرة قوي هتحصل. وكان الكلام ده امتى؟ كان قبل المغرب بشوية، أنا ما كدبتش خبر، جريت أنا والواد حسن قمنا مخبيين البضاعة وخفيناها من غير ما حد يقدر. بس كان واجب برضه يا معلم سعد تبلغ المعلم سلطان أو تبلغني. ما كانش في وقت يا دنجل، أنا كان كل همي إن أنا أشيل البضاعة وأخفيها. شلتوها فين؟ أنت محموم كده ليه؟ وحد قال لك إن إحنا سرقناها؟ أيوة صحيح، أنت محموم على إيه؟ ده بدل ما تقول له كتر خيرك. يا معلم كتر خيره على عينه وراسي، بس في الأول والآخر أنا المسؤول عن كل حاجة. ولما أنت المسؤول أروح أمك عن كل حاجة زي ما بتقول، سبت المكان ليه؟ كنت أنا وأمي وروح اللي هو أنا معلم مشغولين بالفرح بتاعك، وقاعد مع عمال الفراشة وعمال أجيب طلبات وأوقف مع الناس عشان فرحك يا سيد المعلمين. يعني لولا سعد سمع التليفون ورد عليه كنا رحنا كلنا في أبو نكلة، وأنا وأنت بالذات كنا زماننا محبوسين. اسكت اسكت وداري خيبتك. خيبتي كده برضه يا معلم؟ بقى دونجل ابن القار اللي تربى بنت رب الحشيش يا معلم، بقى خايب. بقول لك يا سعد، جيت لك عندي مكافأة كبيرة قوي. لا ما تقولش كده يا معلم، أنا ما عملتش غير الواجب. البضاعة دي أمانة في رقبتك. لا يا حبيبي، أمانة في رقبتي أنا. يا أخي جاك قطع رقبتك، ما تسكت يا بقى، اتلم على الصبح. أنا مش فاهم تعملي فيها 70 مرمبة كده يعني. اجري اجري هات لي قهوة وشوف المعلم سعد يشرب ايه. يا معلم ده في ايه يا معلمة؟ أنا أروح أجيب للمعلم سعد وفي صبيان ليه؟ بقى